في هذا الفيديو غادي تتمتعوا معنا بيلانتيات. شوف بيلانتيات الدراري راه عالم بوحديتو. كل واحد كيفاش كيضرب بيلانتي. وكل واحد كيفاش كيزقل بيلانتي بحال هكا. قال لي راه بابا كذا ما في الاخر ضيع. ولدو اش كذا. مسكين صلاح من الله. طق ضرب رجليه. ويلي 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 بغيت البانيل كي بغيت تبعها وما وصلش ما عندوش حقيقه صافي فهمتي داك الشيء غتابع البانيل كا صاحبي البانيل كا لا قلت على في ناس ضرب ضرب على الجزائر الله يتجوز بوك اطيح من الله 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 بحال ديك ديك الرجلين ديال الاخطبوط كتفركل ما فهمتش اش الجزائر اش ضربني شنو مالك شوف هذا هذا تموت بالتحديد ترفقوا اش قال له؟ هذاك حز ليه كور لعب ليه على المورال وفي الاخر ضيع. تعصب ما بعدوش مع هاد البلانات. نولوك ما نجيبش ليه زكا. وي تا القطه كانولوك. جوجو استعجبوا. شوف كيدير واحد الدور على راه. اول دخول كنا شفنا الفيديو ديالو فكرتنا شوف شحال وقف. الله يتهدى واعر والله العظيم هادو ثواني شوف شحال ثواني نو 10 ثواني غادي يدير شوف كيفاش غادي تبقى وانت ما كتزاداش شوف انت مسطير دابا التكنيك دابا هو القاع ترى واعر شوف هاد الكول هذا ديال الاسترالي كيطير مي شوف كيدير كيطاكير راه هو اللي اهل فرقته بهاد الطريقه ديال الطير كيبقى يلعب مازال غيطاكير جوج بهاد الطريقه